أحسن الله إليكم، هل يجوز الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر، وخصوصا عندما يكون الإنسان صائم؟ الأذان يختلف، إذا كان أذان الفجر قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل والشرب، أما إذا كان أذان المؤذن على طلوع الفجر إنه لا يجوز الأكل والشرب إذا شرع في الأذان، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا أذن ابن أم مكتوم فإنهم يمسكون عن الأكل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره من المؤذنين. نعم.